بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وزملائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوشكت الاجازه القضائيه على الانتهاء، واصبحنا على مشارف عام قضائي جديد، فكل عام وانتم بخير. حقيقه منذ حوالي 10 ايام واكثر عقد مؤتمر مشترك لمجالس نقابه المحامين العامه والفرعيه لمناقشه تعديلات قانون المحاماه واثرها على مستقبل مهنه المحاماه ونقابه المحامين. وكعادة تلك الاجتماعات، ونظرا لتكدس جداول أعمالها بالأحداث، لم تتاح الفرصة لشباب المحامين للتعقيب والتعليق على تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل مهنة المحاماة ونقابة المحامين. اللي حقيقي جت في وقت بعد مشروع شاق ومرهق لكل المهنيين المحامين المشتغلين، ألا وهو تنقيط جداول المحامين اللي كانوا أكثر حرصاً على تنفيذ توصياته والالتزام بتعليماته، حرصاً منهم على مستقبل نقابتهم وكذلك مهنتهم. وحقيقي جاء من أبرز تلك التعديلات وأهمها، ألا وهي أتعاب المحاماة. أتعاب المحاماة باعتبارها أهم وأولى مورد من موارد نقابة المحامين، واللي على أثر هذا التعديل عقد بروتوكول مع وزارة العدل من أجل التنسيق على كيفية تحصيل تلك الأتعاب بشكل إيجابي وفعال ومشروع. وإعمالا لمبدأ الشفافية، أصبح هذا البروتوكول معروض لكافة أعضاء الجمعية العمومية. وعلى أثر هذا البروتوكول أصبح هناك مورد ثابت يضخ بشكل موضوعي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للسادة المحامين، واللي على أثره بيشكل نوع من أنواع الاستقرار المستقبلي للسادة المحامين وأسرهم. جاء أيضا من أهم الأحداث ومن أهم التعديلات التي وبحق أثرت على مستقبل مهنة المحاماة، وحرصا من مجلس نقابة المحامين على أن كل من هو مقدم على الاشتراك في نقابة المحامين والانضمام إلى صفوف أعضائها أن يجتاز اختبارات أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية. أكاديمية المحاماة كانت وبحق فكرة وأمل لكل شباب المحامين الملتحقين بصفوف نقابة المحامين، رغبة منهم في الارتقاء بالمستوى المهني والأداء الوظيفي لمهنة المحاماة. فمهنة المحاماة من أسمى وأرقى رسالات المجتمع، فيجب على أن كل من يمتهن تلك المهنة أو يكون حاملا لتلك الرسالة على قدر مسؤوليته. فجاء التعديل بإضافة نصوص أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية أمر واجب ومشروع، حرصا منهم على مستقبل نقابة المحامين. كما جاء أيضا من ضمن أهم التعديلات التي أثارت جدل في هذا الوسط تشكيل مجلس نقابة المحامين. تشكيل مجلس نقابة المحامين وتقليص أعضائه إلى عدد 28 عضو، علما بأن كان المشروع المقدم من مجلس نقابة المحامين كان يتضمن عضوي للشباب وعضو للمرأة، ولكن تلاشى مجلس النواب تلك المناصب متناسيا منهج وسياسة الدولة في تطوير وتأهيل وتمكين الشباب من المناصب القيادية والأدوار النقابية باعتبارهم هم ركيزة أي تطوير وتنمية، وباعتبارهم هم الشريحة الأكبر في المجتمع والتي تصل إلى نسبة 60%. أحب أذكر بأن من ضمن التعديلات التي تؤثر وبشكل إيجابي وفعال على مستقبل مهنة المحاماة، ألا وهي مدونة السلوك أو لائحة السلوك. مدونة السلوك ولائحة السلوك أرجع فيها الأمر إلى النقابات الفرعية لعرض كافة المقترحات التي تشكل وبحق وتنظم العلاقة فيما بين السادة المحامين وبين نقابتهم، وكذلك السادة المحامين وبين كافة طوائف المجتمع. الأمر الذي يمثل نوعا من أنواع الثقة والأمان لكل السادة المتعاملين مع المحامين من جهات حكومية وغيرها وكافة طبقات المجتمع. فلذلك كان يجب أن يتضمن هذا المشروع مدونة للسلوك تنظم كيفية التعامل مع المحامي ونقابته وكيفية التعامل ما بين نقابة المحامين وغيرها من الجهات الحكومية والغير حكومية. أما من أهم التعديلات التي وردت وبالفعل أثارت جدل فيما يخص هذا الوسط والإشراف، ألا وهي الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين
الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين حسم فيه الأمر النقيب العام خلال هذا المؤتمر، وأشر وأشاد بأن الإشراف القضائي لنقابة المحامين على انتخاباتها هو جزء لا يتجزأ من العرس الانتخابي لنقابة المحامين، فلذلك مما لا يدعي للشك أنه سيظل الإشراف القضائي أمر مطروح ومفروض على انتخابات السادة المحامين حرصا منهم على مبدأ الشفافية والنزاهة. وأخيرا أحب أذكر أن إعمالا لمواد الدستور والتي وردت وبحق وتمس حصانة المحامي، إعمالا لها وتفعيلا لها وفقا لنصوص تعديل المحاماة، فقد نالت تلك الحصانة السادة المحامين، ولكن أيضا أمام جميع جهات الاستدلال وجميع جهات التقاضي. فلذلك كان يجب أن يكون هذا التعديل أمر مطروح ومنصوص عليه من خلال بروتوكول تعاون فيما بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية بتفعيل تلك النصوص الجامدة. رسالتي إلى أخواتي وزملائي السادة شباب المحامين، أصبحتم معيار التقييم لهذا الأداء، وأصبحتم معنيين ومكلفين بتقديم كافة المقترحات الموضوعية لتفعيل تلك النصوص الجامدة واعتبارها واقعا ملموس نستمتع ونعيش به في مناخ مهني محترم يليق بمهنة المحاماة وكذلك تاريخ نقابة المحامين. رسالتي إلى السادة شيوخ المحامين، دمتم دائما وأبدا خير سند لنا في كل وقت وفي كل حين. أما رسالتي إلى السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين، أثرتم وبشكل ملحوظ على مستقبل مهنة المحاماة ونقابة المحامين، استمروا ولكن حرصا منكم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان المهني والوظيفي للسادة المحامين، نظرا لكونكم تمتلكون من الموارد التي تؤكد والتي هي أحد عوامل وأهم عوامل أي نجاح مؤسسي، ألا وهي المورد البشري والمورد المالي. رسالتي إلى مجلس نقابة المحامين القادم، مسؤوليتكم زادت وأملكم وطموحاتكم زادت، أصبحتم معنيين بما هو غير عادي وغير تقليدي، أصبح منوط لكم أن تقدموا لمحامي مصر كل ما هو جديد وغير معتاد عليه من خدمات وفقا لهذا التطور الرهيب في الواقع وكذلك القانون. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.